الأخبار، كليز يتوقع تقليص نحو 12,000 وظيفة هذا العام لخفض التكاليف ومواجهة انخفاض الدخل لدى شعبته الاستثمارية. المصرف قال إن 7,000 وظيفة ستلغى في بريطانيا وإن المعنيين أخطروا. الجهود المبذولة لجعل المعايير أكثر شفافية وتحسين العائدات أفضت إلى استهداف المصرف العام الماضي لوفرات بقيمة 1,700,000,000 جنيه. المصرف أفصح عن أرباح تراجعت إلى 5,200,000,000 جنيه استرليني من 8,5 مليار في العام الماضي.